إذن ونناقش أداء الأسواق العالمية وآخر التحركات مع ضيفي السيد سركيس تشوبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا. في البداية دعنا نمر على آخر القرارات للبنوك المركزية بين التشديد منها وبين التحفيز، يعني من البنك المركزي الكندي إلى الأوروبي وانتهاء بالياباني. هل هنالك قراءة نستطيع من خلال هذه القرارات أن نتوجه بها إلى اجتماع الغد للفدرال الأمريكي؟ بالفعل كنا الأسبوع الماضي وسابقا هذا اليوم قرارات بنوك مركزية مهمة حول العالم. أبدأ في بنك كندا المركزي، والذي أفضل أن أشير إلى أنه خفض من خطط التحفيز ولم يتوجه بالفعل بالحقيقة إلى سياسات تجديد نقدي، بل قد خفف برامج شراء الأصول لديه. لكن بالنظر إلى برامج شراء الأصول في بنك كندا المركزي فتعتبر نسبتها ضخمة جدا مقارنة بأسواق السندات في كندا، وبالتالي أرى بأن بنك كندا المركزي مستمر في تحفيزاته للاقتصاد رغم أنه قلص قليلا برامج شراء الأصول. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فقد أشار وبوضوح إلى أنه سوف يستمر في تحفيزاته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بل أن كريستين لاغارد أشارت إلى أنه من الممكن خفض الفائدة في حال احتاج الاقتصاد ذلك، وهذا يدل على إصرار كبير في البنك المركزي الأوروبي للتوجه لتحفيز الاقتصاد، وهذا أيضا في بنك اليابان المستمر في تحفيزاته الاقتصادية الكبيرة، فقد ثبت هذا اليوم سياساته النقدية في سبيل الاستمرار في تحفيز الاقتصاد، مع إشارات إلى أن مستويات التضخم قد تبقى منخفضة بل وسلبية هذه السنة. نعم. كل قرارات البنوك المركزية إن نظرنا إليها نجد بأنها رغم أن التوقعات تشير إلى بعض التحسن في التوقعات الاقتصادية، لكنها أيضا تظهر استمرار المخاطر التي قد تتبع استمرارية وجود فيروس كورونا وحالة عدم اليقين تجاه مستقبل هذه التوقعات، وبالتالي تفضل البنوك المركزية أن تبقي على سياساتها النقدية التسهيلية، وهذا أيضا ما أعتقد أن يكون إشارة لما سيفعله الفيدرالي الأمريكي يوم غد الأربعاء، حيث أتوقع أن يثبت الفيدرالي الأمريكي سياساته النقدية بأسعار فائدة متدنية عن مستويات قياسية وبرامج شراء أصول 120 مليار دولار على الأقل. وحتى لو أشار إلى أنه هنالك بعض التحسن في الاقتصاد، لكن أيضا أعتقد أنه سيشير إلى أن الظروف الاقتصادية رهن في وضع انتشار فيروس كورونا، وقد يشير أيضا إلى بعض التعديلات في توقعات التضخم، لكن الدوت بلوت أتوقع أن تبقى على ما هي عليه وإشاراتها للنمو الاقتصادي وكذلك توقعات أسعار الفائدة. طيب دعنا ننتقل سركيس معك إلى النفط. يعني بعد ارتفاع الإصابات الهائل في الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، كذلك اليابان إغلاق أقاليم مثل طوكيو وأوساكا، ما الذي نتوقع وخاصة للجنة الفنية لأوبك؟ يعني هنالك بدأت تتوالى لدينا أخبار بوثيقة من منظمة أوبك بلس يمكن يبكروا موعد الاجتماع. إلى أي حد تعتقد أنه توقعاتنا لنمو الطلب العالمي على النفط ستواجه مشكلة مع الإصابات في الهند واليابان؟ الآن لا شك بأن هنالك تأثير لكل من الهند واليابان على الطلب العالمي من النفط، فالهند أصبحت الآن وقد تفوقت على اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، لتستهلك أكثر قليلا من حوالي 5 مليون برميل بشكل يومي. لكن لو قارنا الهند واليابان مع الطلب الصيني والأمريكي كدول هي الأكبر استهلاكا للنفط، سوف نجد بأن التأثير نوعا ما محدود. لكن في نفس الوقت شهدنا خلال الأيام الماضية بعض الضغط الهابط الذي تعرضت له أسعار النفط، لكن بمجرد ورود بعض الأنباء التي أشارت إلى أن أوبك بلس ربما سوف تثبت توقعاتها بالنسبة لنمو الطلب العالمي هذه السنة عند 5.95 مليون برميل يوميا كنمو، هذا أعطى أسعار النفط دافعة صاعدة هذا اليوم، ونلاحظ ارتفاع أسعار النفط الأمريكي خفيف فوق ال 62 دولار، فهذا يدل إلى أن هنالك بالفعل تأثير من المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا إن كانت بإغلاقات في الهند واليابان، لكن هذه التأثيرات محدودة وبنظرة أوسع قليلا. نلاحظ بأن أسعار النفط الخفيف تحديدا الأمريكي الخفيف تتداول بين 57 و 58 منذ فترة طويلة من الزمن بعد موجات ارتفاع قوية بدأت شهر 11 من عام 2020، فالنطاقات الجانبية الحالية ربما سوف تستمر، لكن نجد بأنها نطاقات واسعة قليلا قد يستمر التذبذب فيها بحسب أي مستجدات أساسية بخصوص الطلب والعرض، لكن الحركات الكبيرة بأسعار النفط فالدول الأكبر استهلاكا في العالم ما زالت تظهر تعافي في الطلب على النفط، تعافي اقتصادي إن كنا نتحدث عن الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، وأنا أشكرك ضيفي من عمان السيد تركيس تشوبريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب.